كده انتوا عارفين في ساعه كده زي الملاحه، ملاحه والفلفله يرش كده فتلقى التايم لاين. فيما يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع، لقيت ناس كتير كاتبه ايه اللي هو موضوع اللي شاغلني وشاغلكم كلكم. ايوه، الاول غزه وبعدين لبنان ومصر عليها الدور. وات عليها الدور في ايه؟ العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب ما بتنساش ده. انت عارف انت بتتكلم على ايه؟ احنا بنتكلمش كتير، انتوا قاعدين. طب مصر عليها الدور في ايه؟ بس انا بقول للناس كلها احنا بالصلاة على النبي حلوين قوي قوي مع بعض، لكن ساعة الغلط نطرطط زالط. نعم، هو حد يجرؤ يفكر؟ واللي عايز يجرب يجرب. يعني لحمنا جمل مكنس ما نتكلش. احنا لحمنا مر قوي ونتكلنا عظمنا ركب ما ننقرش. احنا مشكلة وننقرشنا نشرخ في صور وما ننبلعش. احنا ما بنتبلعش، ولو بلعت هتلاقيني مر علقة وهتطرشني. طب خد. انت بتتكلم عن الجيش المصري. احنا ما بنهددش حد ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا. انت بتتكلم عن جيش عمره 5000 سنة، لكن تتكلم على امكانيات مرعبة. انت بتتكلم عن الجنود المصريين وفي حد يفكر يقرب لك؟ وإلا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد. انما الدور على مصر، يعني انا يعني خايف لمرة في الـ30 سنة اطلع لفظ. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة في اللفظ. اسرائيل، اسرائيل لا تتمنى في اكبر كوابيسها باجن قيادتها انها يبقى عندها مشكله مع مصر. لا يتخيل احد ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، ده فيلم الرعب، ده الفيلم بتاع الزومبي. انا عمري ما اتكلمت كده وانا ما هددتش حد. يعني يطير فيها رقاب في اسرائيل، وهيبقى رد فعلنا في حاله المساس بيها امر هيأثر على استقرار المنطقه بالكامل. يعني طبعا بنتفهم ظروف يعني اخوالينا كثيرين ممكن يكون يعني ما عندهمش القدره دي. انت بتقارن مصر باي حاجه من دول؟ باي حاجه من دول؟ عيب عيب عيب، خليك لسانك حلو وخليك راجل محترم. انت عارف احنا عدد الجيش بتاعنا كام؟ انت عارف احنا مدرعاتنا قد ايه؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ احنا لما بيجوا يقارنوا في المنطقه ديت مصر، مش هقول لك نمره واحد، بس هقول لك انه في تسليح واسلحه معينه انت نمره واحد فيها، محدش قدك. لا ده من عندنا كده جدعانه، يعني اسلحه معينه انت نمره واحد فيها. يقول لك اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك اشتغل. You cannot program the plane for any raid on foreign countries. For example, you have to refer to the United States for doing the program. So our planes were costly. We have them, we can fly them at air shows. So although the planes are very good in terms of performance, very powerful engines, but we cannot program the plane for by ourselves, but we cannot use them to fight any other country because we didn't get the source code. يا دي الفضيحة مجناجل، أسلحة معينة أنت نمرة واحد فيها. يا دي الجنس معناجل. يا جماعة ما تتكلموا على مصر، اتكلم باحترام. الدور على مصر بأمرت إيه يا هاي؟ زي إمتى؟ بأمرت إيه؟ يا أخويا زي إيه؟ بأمرت العلا اللي بتاكلها كل ليلة يا الجيش ده؟ السنين دي؟ الإمكانيات دي؟ أخش أجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ بدل إطلاق نار بين جنود مصريين وقوة من الجيش الإسرائيلي على طرفي ذلك الخط الحدودي. حدث دراماتيكي وغير عادي على الحدود المصرية الإسرائيلية. أسفرت الاشتباكات عن مصرع جندي مصري وإصابة آخرين، وأنه لم تكن هناك إصابات في صفوف الجنود الإسرائيلي. إن يبقى عندك مشكلة مع مصر؟ لا أبدا، يعني
الجيش الإسرائيلي قال إنه بات يسيطر عمليتيا وبشكل كامل على المنطقة العازلة المعروفة بمحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. أي حد الشيطان يبقى عطر له في دماغه إنه يلعب مع مجدي تختوك. في واحد مسؤول في جيش أبي أحمد جنرال، هو مسؤول يعني كبير يعني في الجيش الأثيوبي. اطلع ابو هيمي اتكلم، ما تطلع ابو هيمي. قال لك والله على الجميع السودان ومصر ان يحافظوا على هذا السد، واذا تم تدمير السد فلن تجد لا السودان ولا مصر، فالطوفان سيجرفهما الى البحر المتوسط. يلا يا رجاله، واحد لو مش على الهوا بيتكلم بجد والله لن تجد مصر والسودان ببساطه كده. راجل بيتكلم باللغه دي بالصفاقه دي. لن يحاولوا مهاجمه السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكله او تدمير السد. دي ايه اللغه دي؟ ايه الطريقه دي معانا؟ الجيش ده، السنين دي، الامكانيات دي، انت بتسال اسئله غير منطقيه. يعني الشعب الاسرائيلي نفسه لا يستطيع ان يقبل انه يبقى عنده مشكله مع مصر. ده الرعب. هل وزير الخارجيه بلينكن انت تحدث له قلت لك انسان يهودي وانا اسمح لامك ان انا مواطن مصري نشات في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر. صهيوني اكتر مني، كيف هيهدد اسرائيل؟ انا دم خفيف على قلب قوي. خلينا بقى نضحك معاكم شويه. بحبني موت. مصريين شعب جبار في الضحك. وانت مالك؟ وسلاحه السخريه. وانت دخلك ايه؟ خصوصا ان هو الجانب الاخر دمه تقيل، يعني المعركه اللي احنا داخلنا مع ناس دمها تقيل. الله فدي عندك حق. انما المصريين دمهم خفيف. عاشق للافيهات، عاشق واكله دماغي. اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا فكره عبقريه. قول يا ستموني قول. انه تخيلوا حرب اكتوبر ديت لو كان في الجزيره وكان في الشخصيات السوداء الهدامه دي. حلو ده. كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ كان هيتقال ايه على الحرب؟ خلينا نشوف. في هذا اليوم ألقى الرئيس كلمة إلى الأمة المصرية مهمة قوي، عدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان وسلام. الحرب دي الحمد لله ربنا سلمها من إيديهم. برافو عليك. لو كانت الجزيرة موجودة وقت 73 طبعا كنا دايما هنسمع أخبار بقى إن هم خلاص وموجودين في شبرا وموجودين في 6 أكتوبر وحاجات كده. كان بفتك وهود بشخونات ناصر سيتي بمزاخ هو بيتون هذا الاعلام المصري ايتون. ده التصريح الشهير. احنا بنأكد ان احنا لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعده لتهديد جيرانها او منطقه خلفيه لهجمات ضد اسرائيل. كل ده طبعا كانوا هيحاربوا ضدنا كلهم كانوا هيحاربوا ضدنا. خونة. اسم النبي حرصك وسينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. اللي جايه دي جميله. واوجه نداء للشعب الاسرائيلي، امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. سعادتك بتكلمني؟ ده فلتة عصر وأوانه بقى. أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل، بقول له لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا. أيوه والله كان عيونه كده. ده اللعب الكبير، ده بقى الزغلول الكبير. فلتة عصره وأوانه، لو كان موجود 73 قال لك الجيش المصري يهاجم الإسرائيليين في سيناء يوم عيدهم بلا أي رحمة وبلا احترام للمشاعر المقدسة. لأن الجيل اللي موجود النهاردة خوان. القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو امتداد لجيل أكتوبر. المصريين غراب، المصريين أما يحطوا حد في دماغهم يجيبوا الأرض. أنا بشكر الناس اللي بتعمل الحاجات المحترمة دي والله. أنت تؤمر يا جميل. أنت بس تقشر كده جميل. بكرة تندم يا جميل. خمسة بالحب. بالحب. الحرب دي الحمد لله ربنا سلمها من إيديهم.